السلام عليكم انترنت. اليوم غنتي معكم فيديو خفيف وظريف وهو الكالامار اللي كتشوفوا، ما نحتاجوش بزاف ديال سميتو ديال العطريه، غير البزر وشويه الملحه، نحتاجو مطيشه وحده، شويه القزبر، شويه البصله والثومه. نورمالمون الحوت ما كيمشيش معاه البصله، ولكن حنايا غنديروا البصله الحمراء، هذا كتمشي معاه كتخرج واعره. بقاو معنا باش تشوفوا الطريقه. الكالامار كيتصاوب بحال هذه الطريقه، وغنخرجوا ليه الراس بحال هذا الشيء، ونخليه كامل، ونخرجوا ليه هذيك البلاستيكه اللي كتكون فيه الداخل بحال هذه الطريقه. هذا غيترمى، ومن بعد غنقلعوا ليه بحال هذا الشكل الجلده ديالو. يا راه ساهل، هي هذا كيتسمى كالامار ولا كالاماريتوس، لانه هو صغير، ولا بيبي كالامار بحال كتشوفوا. اللي بغى يخليه كامل يخليه، اللي بغى يقطعوه على جوج غيقطعوه. حنا نقطعوه على جوج باش يديرنا يطيب دغيا، يعني ما كيتعطلش بزاف، ولكن تقدر تخليه حتى كامل، لان يعني هو ملي كيطيب كينقص. والملحه ضروري ما تكثروش، غير شويه، لانه هو مالح. علاش؟ اللي كان كيخرج من البحر، هذا راه ما كيترباش، هذا دوري يجي من البحر، هادشي علاش. بقاو معنا اللي قلنا، نقطعو الثومة بحال هاد الطريقة صغيرة، ونخليو مقلة باش تسخن، نديرو شوية زيت الزيتون، ما نكتروش. اللي ما عنديش زيت الزيتون يقدر يستعمل الزيت النباتي. خاصها تولي صفراء، ما تبقاش بيضاء باش ما تبقاش خضراء. نزيدو مع البصلة نفس الطريقة بحال الثومة، تقطعو صغير على الطريقة. الزيت ديالنا سخونة، غنصفقو الثومة والبصلة على الشكل. ضروري تشحروا مزيان، يكون عنده كولور هكا ذهبي ذهبي اصفر، نديرو معاها الكرامة. هنايا غنغطيو عليه شوية. هنايا غنزيدو نقطعو المطيشة ديالنا بهاد الطريقة. اللي عنده شيري طوماطي يقدر يدير مطيشة صغيرة شيري. هنايا خصنا ما نكثروش المطيشة، لأن ما كتمشيش معها بزاف. صراحة هي وصفة ظريفة واقتصادية وسريعة. عندنا هنايا واحد الفلفلة، اللي عنده أحمر يقدر يدير أحمر، كيعطي له حتى هو واحد الكول واعر. حنايا غنديرو شويه الصبور، واللي عنده معجنوس يقدر يستعمل معجنوس.
ملي كيقلي ملي كيكون هكا مقلي النص ديال الطياب غنديروا معاه المطيشه والفلفله والقزبور ولا معجنوس غنسلو حتى في الاخر. الزرق ما نستعملوش العطريه. وصلنا للنهائي كما كتشوفوا ها هو. نديرو شويه القزبر الفوق دائما هو في الاخر. جربوه وكتبوا لي لكم في الكومنتار واش شي واحد يعني ولا شي وحده بغات شي نهار هكا ولا كيفاش كيطيبوه. هذا يقدر يطيب مع الروز مع الخضره مع اي حاجه مع شلاضه مع اي حاجه وهو رقيق دغيا كيطيب. يعني وصفه سريعه في الليل ولا ما عندكمش الوقت بزاف ولا دغيا راه كيطيب. حنا غنجربوه دابا. طيبنا 700 غرام يعني 350 غرام بيرسون. جا هذاك هو اللي بغى يزيد واخا يدير حتى 100 غرام ولكن كثر يمكن بغى يجي شويه بزاف. هذا مع الشلاضه وشي حاجه هكا يجي واحد. بون ابيتيت بالصحة وحتى المرة الجاية إن شاء الله. وخليونا لايك والاشتراك وكتبونا في الكومنتار إلى عجبكم الفيديو ديال اليوم. مع السلامة.